بوردة التحكم اليدوي أو الأوفلاين كنترول هي واحدة من أهم مميزات التحكم الإضافية في ماكنة السي إن سي 3018 برو، لأنها ببساطة بتمكنك من التحكم في تشغيل واختبار بوردة الكنترول الرئيسية، وبالتالي التحكم في تشغيل المكنة بالكامل، فتقدر من خلالها تظبط وتحرك المحاور وتختبر حركة المواتير والدرايفرات، وكمان تقدر تخلي المكنة تشتغل على السريع عن طريق فتح ملفات المشاريع اللي أنت مخزنها على الإس دي كارد، فترسم وتحرق باستخدام الليزر أو تحفر وتخرم باستخدام موتور أو هيد الحفر. وكل ده يدوي وبدون الحاجه لاستخدام جهاز كمبيوتر، بالاضافه لامكانيه استخدام البورده كريدر لاي كارت ميموري لو وصلتها بجهاز الكمبيوتر مباشره. من خلال حلقه النهارده ان شاء الله هنتعرف على امكانيات ووظائف وقوائم الاوف لاين كنترول وكيفيه الاستفاده منها في تشغيل مكنه السي ان سي 3018 برو، فيلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات CNC 3018 برو. في الحلقة اللي فاتت اتعرفنا على بوردة الكنترول الرئيسية وتعرفنا على كل إمكانياتها والجاكات أو المداخل الخاصة بيها، وعرفنا إزاي نوظفها وتكمل الرحلة تعلمنا لمكنة CNC 3018 برو. ففي الحلقة دي بإذن الله هنتعرف على ميزة إضافية ملحقة مع المكنة، وهي بوردة الكنترول الأوفلاين أو بوردة التحكم اليدوي، واللي بعتبرها ميزة إضافية بتزيد من قيمة CNC 3018 برو. وبوردة التحكم اليدوي ببساطة تقدر من خلالها إنك تظبط نقاط الصفر أو الزيرو بوينت لمحاور المكنة، وكمان تشغل المكنة من خلالها. وبصورة عامة عشان نبدأ في تشغيل مكنة CNC وتتحكم فيها، سواء كانت CNC 3018 برو أو أي نوع تاني مشابه ليها حتى لو كان أحدث زي الـ XL4030، فالفكرة واحدة. وعموما ففي طريقتين تقدر تشغل بيهم مكنة CNC، الأولى وهي باستخدام بوردة الكنترول اليدوي أو الأوفلاين كنترول، واللي بتكون طبعا جاية مع المكنة وبتتحكم يدوي في المكنة، وهي أوفلاين يعني بدون ما المكنة بتتوصل بأي جهاز خارجي زي الكمبيوتر مثلا. الطريقة التانية وفيها بنوصل المكنة عن طريق كابل USB أو مديول بلوتوث بجهاز خارجي، سواء كان حاسب شخصي أو لابتوب أو حتى موبايل أندرويد، وبيتم التحكم فيها عن طريق بعض البرامج اللي بتثبتها على الكمبيوتر أو على الموبايل. ومن خلال الحلقات الجاية إن شاء الله هيكون في شرح لكل طريقة بكامل تفاصيلها. أما حلقة اليوم فهنبدأ فيها بالطريقة السهلة والسريعة لتشغيل مكنة CNC 3018 برو، وأنا هفرض إن دي أول مرة أنت بتحاول تشغل المكنة بعد ما جمعتها، وكبداية تعالوا مع بعض نتعرف سريعا على بوردة الأوفلاين كنترول. بوردة الأوفلاين كنترول هي عبارة عن مايكرو كنترولر من نوع ARM، متوصل معاه مجموعة من السويتشات أو المفاتيح اللي بتتحكم في إرسال الأوامر بتحريك المحاور وضبط السيتنج الخاصة ببوردة الكنترول اليدوي. كمان البوردة بيكون فيها شاشة إيضاح جرافيكال، وفي ظهر البوردة بنلاقي بطارية خاصة بحفظ التاريخ والساعة والإعدادات اللي حضرتك زبطتها واللي منها اللغة، وفي حالة إن البطارية نفذت شحنتها فهتلاقي الشاشة بتعرض وقت وتاريخ لسنة 2017 أو أقدم، وكمان هتلاقي لغة الشاشة بقت صيني. وكل مرة طبعا هتطفي المكنة وتشغلها فهتلاقي الإعدادات بترجع لوقت وسنة قديمة واللغة بترجع للغة الصيني. وطبعا يستحسن إنك تستبدل البطارية، واللي بالمناسبة رقمها CD1220. بعد كده بنلاقي مدخلين خاصين بكارت الميموري، واحد للميموري القديمة شوية اللي هي كانت وما زالت بتستخدم مع كاميرات التصوير وده شكلها، والمدخل التاني لكارت ميموري من نوع SD كارد، واللي بيكون بالمناسبة جاي مع المكنة ومساحته 128 ميجا بايت، وبيكون متحمل عليه بعض الملفات للتجربة وده طبعا مكانه. وممكن باستخدام كونفرتر انك تستخدم SD كارد مع المدخل القديم. والميموري كارد قلنا انه ممكن تحمل عليه ملفات، الملفات دي بتكون بامتدادات معينة المكنة طبعا بتقبل التعامل معها. وسريعا كده الامتدادات اللي المكنة بتقبلها هي NC, NCC, TAB, TXT, G-Code, GCO, NL, CUT وCNC. وطبعا اهم ملفات هنتعامل معاها هي الـ NC والجي كود، وعادة هنلاقي ملفات التست اللي على الميموري بامتداد NC. والبوردة تقدر تقرأ لغاية 600 ملف، لكن انصحك انك ما تخزنش على الميموري اكتر من 5 ملفات مثلا، علشان البوردة او الميموري ما تهنكش وانت شغال وتبوظ لك الماتيريال او الشغلة اللي انت شغال عليها، لان استخدام بوردة الاوفلاين كنترول ما فيهاش خاصية الاستكمال لو وقفت الشغلة لأي سبب اثناء تنفيذها على الوضع اليدوي. بعد كده هنلاقي في البوردة جاك من نوع IDC كونكتور، من خلاله بيتم توصيل بوردة الكنترول اليدوي او الاوفلاين كنترول بالبوردة الرئيسية، وبوردة الكنترول اوفلاين بتخاطب البوردة الرئيسية عن طريق ارسال اوامر باستخدام بروتوكول اتصال السيريال او ما يسمى UART، سواء لما استخدم السويتشات او لما البوردة بتقرا الملفات المتحملة على الميموري كارد، ساعتها بيتم ارسال البيانات دي على هيئة اوامر
باستخدام بروتوكول الاتصال السيريال لبوردة الكنترول الرئيسية عن طريق الكابل ده، واللي بعدها بيتم تنفيذ الأوامر وبيتم التحكم في تحريك الثلاث محاور يدوياً، بالإضافة للتحكم في السبندل سواء كان موتور الحفر أو مديول الليزر. وده كله بيتم عن طريق إرسال أكواد بتسمى بالجي كود، وإن شاء الله هيكون في حلقة كاملة لشرح وفهم أوامر الجي كود. أهم معلومة عايزك تعرفها وتاخد بالك منها دلوقتي هي إن نظام الاتصال السيريال ما بيسمحش غير بتوصيل حاجة واحدة بس، يعني لو وصلت بوردة الأوفلاين كنترول مع البوردة الرئيسية ما ينفعش بأي حال من الأحوال إنك توصل كابل USB أو توصل مديول بلوتوث. وبنفس الفكرة لو وصلت مديول البلوتوث ما ينفعش توصل كابل بوردة التحكم اليدوي، ولا ينفع توصل كابل USB، لأنه ببساطة المكنة مش هتشتغل لا يدوي ولا عن طريق الكمبيوتر. فخلي بالك من الموضوع ده. وطبعا نفس الكلام لو حبيت تستخدم كابل USB مع برامج الكمبيوتر فلازم تفصل شاشة الكنترول اليدوي، وكمان تفصل أو تشيل مديول البلوتوث لو كنت بتستخدم واحد. الجاك الأخير وهو جاك الميني USB، واللي من خلاله بيتم توصيل بوردة الكنترول اليدوي بالكمبيوتر، وبتستخدم كريدر من خلاله بتفتح كارت الميموري اللي انت موصله على الكمبيوتر، وبتضيف أو بتحذف الملفات الخاصة بالشكل أو الرسم اللي انت حابب ان مكنة CNC تنفذه سواء باستخدام الليزر أو موتور الحفر. وفي أسفل وصف الفيديو هتلاقي ملف مضغوط ممكن تحمله، في أمثلة كتيرة لملفات تيست اختار منها اللي انت عايزه وجرب بيه المكنة مؤقتا. نيجي بقى لاستخدامات بوردة الكنترول اليدوي او الاوفلاين كنترول. من وجهة نظري البوردة ليها استخدامين اساسيين، الاول وهو اختبار حركة المحاور الخاصة بالمكنة، وده هيفيدك انك تتأكد ان كل من البوردة الرئيسية والاستيبر موتور والدريفرات الخاصة بيها شغالين. فهتختبر حركة المحاور، يعني فيما بعد لو وصلت المكنة على جهاز الكمبيوتر وفتحت اي برنامج وجربت انك تشغل المكنة وما اشتغلتش يبقى العيب في اعدادات البرنامج او في كابل USB اللي حضرتك موصله مع جهاز الكمبيوتر مش في المكنة ودرايفراتها. تاني استخدام لبوردة الكنترول يدوي هو انك بكل بساطة تقدر تظبط وضع المحاور الى وضع الصفر او الزيرو بوينت، وساعات بيتسمى زيرو سيت اللي هتبتدي منه المكنة عملية الرسم او الحفر. وفي نفس الوقت من خلال بوردة الكنترول يدوي وباستخدام كارت الميموري ممكن تشغل المكنة مباشرة بدون جهاز كمبيوتر زي ما سبق وذكرنا، وسواء كنت هتحمل على كارت الميموري ملفات او هتستخدم ملفات التيست المتحملة على كارت الميموري واللي هي عبارة عن شغلة او رسمة تقدر تحفرها او ترسمها مباشرة على الماتيريال اللي انت مثبتها على البليت، وده للمرة التانية بيأكد لي ان المكنة شغالة تمام ومفيهاش مشكلة. ودلوقتي يلا بينا نوصل بوردة الكنترول الاوفلاين ونتعرف على طريقة استخدامها وايه هي الاعدادات والقوائم الموجودة فيها. طبعا في البداية هنوصل السوكت الخاص ببوردة الكنترول اليدوي مع بوردة التشغيل الرئيسية، ولازم نتأكد ان كابل USB الخاص بالمكنة مش متوصل مع اي اجهزة تانية، ولو كنت مركب مديول بلوتوث فتأكد انك تشيله مؤقتا. وبعد كده هنوصل جاك الباور سبلاي ال 24 فولت في السوكت المخصص ليه ونضغط على مفتاح التشغيل، وهتلاقي ليد الباور الخاص ببوردة التحكم الرئيسية الحمد لله اشتغل، وممكن تسمع صوت تكة بسيطة وده بيكون صوت مواتير المحاور او الدرايفر الخاص بيها ما بيوصل له باور. واول ما بوردة الكنترول اليدوي بيوصل لها باور الشاشة بتنور وهيظهر عليها شعار الكرونس ميكر، وبعدين هتظهر الصفحة الرئيسية على الشاشة واللي بيكون فيها 3 ايقونات هما من اليمين لليسار سيتنج والمنيو والكنترول. ولو البوردة بعد ما شغلتها فتحت معاك على الكتابة باللغة الصيني ساعتها وبكل بساطة وانت على الشاشة الرئيسية اللي فيها الثلاث ايقونات اضغط ضغطة طويلة على موجب الزد واللغة هتتغير في ساعتها للغة الانجليزية. نرجع للايقونات اللي على الصفحة الرئيسية للشاشة، اولهم على اليمين وهي لضبط بعض الاعدادات، وعلشان ادخل جواها بحرك الاسهم يمين وشمال عن طريق السويتشات اللي مكتوب عليها موجب الاكس وسالب الاكس لغاية لما بختار ايقونة السيتنج، وبعدين بضغط على زرار الانتر. وايقونة السيتنج بظبط منها الوقت والتاريخ، وكمان بظبط منها اهم حاجة وهي معدل نقل البيانات او البودريت. والبوردة الرئيسية بتكون مظبوطة عادة على 115200، وانا هنا بختار معدل نقل البيانات الخاص ببوردة التحكم اليدوي مش معدل نقل بيانات بوردة الكنترول الرئيسية. ولو اختلف البودريت الخاص ببوردة الكنترول اليدوي عن البودريت الخاص ببوردة الكنترول الرئيسية فالمكنة مش هتشتغل، وهتحس ان الشاشة مهنجة، وكل ما تيجي تضغط على زرار او تبعت امر هتلاقي الشاشة بتظلل الامر او الاختيار اللي انت ضغطت عليه، والبوردة والمكنة ما بتستجبش لاي امر بيتبعت ليها من الشاشة او بوردة الكنترول. كده ده معناه ان البودريت مش مظبوط ومحتاج يتظبط على 11500 و200، او انه تم قطع الاتصال ما بين البوردة الرئيسية وبوردة الكنترول الاوفلاين. واسهل حاجة انك تعملها هو انك تضغط على زرار ريسيت في بوردة الكنترول الرئيسية.
والضبط واختيار الأوضاع اللي تناسبني، فبتنقل ما بين الوضعين اللي هما التاريخ والبودريت باستخدام زرار الموجب إكس والسالب إكس، وبطلع وانزل بالسهم عن طريق موجب الواي وسالب الواي، وبزود ونقص أي قيمة في الوقت والتاريخ عن طريق زرار موجب الزد وسالب الزد. ولما أحب أخرج من وضع السيتنج بضغط ضغطة طويلة على السويتش المكتوب عليه إكزيت، وفي الحالة دي هرجع للتلات أيقونات مرة تانية. تاني أيقونة معايا وهي الأيقونة اللي على الشمال، ودي من خلالها بتحكم في حركة المحاور التلاتة، وبضبط منها زي ما قلنا نقطة البداية أو نقطة الزيرو ست لكل المحاور، وده طبعا على حسب رغبتي، ومنها بتأكد إن كل المحاور شغالة تمام. وسريعا كده زرار الإكزيت لو ضغطت عليه مرة واحدة سريعة فمن خلاله بغير المسافة اللي هيتحركها المحور، فبختار ما بين 1/10 ملي أو 1 ملي أو 2 ملي أو 5 ملي أو 10 ملي أو 15 ملي، وبعدين ببتدي أحرك المحاور. فلو ضغطنا على السويتش المكتوب عليه موجب اكس الخاص بالمحور اكس هتلاقيه بيتحرك ناحية اليمين، ولو ضغطت على سالب الاكس هتلاقيه بيتحرك ناحية الشمال، ونفس الكلام بالنسبة للزرار المكتوب عليه موجب الواي هتلاقي البليد بتتحرك للخارج او للامام، ولو ضغطت على سالب الواي هتلاقي البليد بتتحرك للداخل او للخلف. بالنسبة للمحور زد لو ضغطت على موجب الزد فالمحور بيتحرك لفوق، اما لو ضغطت على سالب الزد فالمحور بيتحرك لتحت. ولما تيجي تظبط المحور زد خليه يدوب يلمس سطح الشغلة او المادة اللي انت هتشتغل عليها، خاصة لو كنت هتحفر او تخرم، ولو البنطة بعيدة شوية ممكن تقرب الموتور شوية لتحت، وطبعا هتحتاج في الوضع ده ان المحور زد يكون على اقرب مسافة ليه ناحية البليت، وبعد ما تخلي المحور زد على اقرب مسافة فهتفك المسمار اللي مثبت الموتور وهتحركه الاسفل بالمسافة المناسبة، وما تنساش بعد ما تخلص تربط المسمار تاني، وبكده انت ظبطت المحور تمام. بالنسبة للسويتش المكتوب عليه انتر والموجود في النص، فده السويتش الخاص بتشغيل وايقاف الاسبندل او مديول الليزر، لكن خلي بالك لو ضغطت عليه وانت موصل مديول الليزر فالليزر هيشتغل بطاقته الكاملة واحتمال يحرق لك حاجة، ولو كنت مظبط محور الزد ومخليه لامس السطح اللي هتحفر عليه فنصيحة لو حبيت تجرب الاسبندل فارفع المحور الزد مسافة كافية 10 ملي مثلا وجرب الاسبندل، وبعدين ابقى رجع المحور مكانه تاني، وده لانك لو جربت تشغل الاسبندل وسن البنطة لامس سطح المادة اللي انت هتحفر عليها فاحتمال كبير ان سن البنطة يتكسر فخلي بالك. دلوقتي بعد ما زبطنا كل الاوضاع نضغط على سويتش الاكزيت ضغطة طويلة لغاية لما تلاقيه رجع للايقونات التلاتة، لغاية هنا انت اطمئنيت ان المكنة شغالة يدوي، زبطت المحاور يعني صفرتها، وبمعنى تاني من مكان ما الهيد والبليت المعدن واقفة هتبتدي المكنة تشتغل، وده في حالة تشغيل بوردة الكنترول اليدوي. نيجي للايقونة التالتة واللي مكانها في النص، ودي بقى يا سيدي عبارة عن الملفات المتخزنة على كارت الميموري، وبمجرد اختيارك لملف من الملفات المتخزنة واللي سبق وقلنا انها بامتداد .NC فبتتنقل ما بين الملفات بالسويتشات المرسوم عليها اسهم لاعلى واسفل، ولما تختار الملف اللي انت عايزه المكنة تحفره، وليكن مثلا الملف اللي اسمه ايفون، وتضغط على زرار الانتر فهيظهر على الشاشة مباشرة كلمة اوكي بتأكد عليك ان المكنة هتشتغل، ولو ضغطنا مرة تانية على سويتش الانتر هتلاقي البوردة بدأت بالفعل في عملية الحفر. ده تقريبا كل ما يخص التحكم اليدوي او الاوفلاين كنترول لمكنة CNC3018 برو، ودلوقتي جات اللحظة الحاسمة اللي هنطبق فيها عملي ونستخدم بوردة الاوفلاين كنترول في مثال عملي. طبعا في البداية هنظبط نقطة الصفر الخاصة بكل محور او النقطة اللي المكنة هتبتدي منها عملية الحفر، بما اننا مش عارفين ابعاد الرسمة اللي المكنة هتنفذها فهنظبط المكنة بحيث انها تبتدي من اقرب نقطة في كل المحاور، فهنصفر المحور اكس، وبعدين هنصفر محور الواي، وبعدين هنصفر محور الزد، ومحور الزد زي ما قلنا تصفيره بانه يلامس سطح المادة اللي انت هتحفر عليها، وده بيكون كالتالي: اولا بنظبط مقدار الحركة عن طريق زرار الاكزيت الى 1/10 ملي، وبعدين بجيب ورقة 80 جرام مثلا وبخليها ما بين بنطة الحفر وما بين الجسم اللي هحفر عليه، وانا هنا هستخدم قطعة من الاكليريك وهبتدي احرك محور الزد لغاية لما البنطة يدوب تلامس الورقة واحس اني مش قادر احركها، واول ما اوصل للوضع ده كده يبقى انا تمام. لكن احب انبه انك وانت بتظبط المحاور خلي بالك من المسامير اللي انت مثبت بيها الماتيريال اللي انت هتشتغل عليها، علشان البونت الاول لو مسيتها هتتكسر، فخلي مسافه كافيه وانت بتظبط المحاور ما بين بدايه المحور ما بين المسامير اللي مثبته الشغله. طيب احنا كده تمام والمكنه على استعداد تنفيذ الاوامر، هخرج بقى من الوضع ده وانتقل للملفات اللي المكنه هتبدا في تنفيذها، وانا هنا هختار الملف اللي اسمه ايفون،
ونضغط على زر الانتر فهيظهر على الشاشة مباشرة كلمة اوكي بتأكد عليك ان المكنة هتشتغل. ولو ضغطنا مرة تانية على سويتش الانتر هتلاقي البوردة بدأت بالفعل في عملية الحفر. ومبروك عليك تشغيل المكنة في الوضع اليدوي من غير اي مشكلة والحمد لله. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتعرف مع بعض على كيفية توصيل مكنة CNC 3018 برو مع جهاز الكمبيوتر، وهنتعرف مع بعض على أهم البرامج اللي ممكن المكنة تشتغل عليها وطريقة تثبيتها، وهنتعرف على التعريفات المطلوبة وإيه هي المشاكل اللي ممكن تقابلك وكيفية حلها. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقة النهاردة. أرجو إنكم تكونوا استفدتوا وما تنسوناش من دعواتكم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.